السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة إن شاء الله سأتكلم عن أدلة تبين صحة دين الإسلام، فضلا عن وجود الله عز وجل وعن صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأتكلم عن مسألة التحدي التي ظهرت أخيرا، وهل هي مجانبة للصواب أم هي طريقة صحيحة؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، فابقوا معي للنهاية. بسم الله نبدأ الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله جميعا وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة بواعث الهداية. من أدلة صحة دين الإسلام كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم. قال الله عز وجل عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فوعد الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب كما أنه أنزله سبحانه وتعالى، لذلك لا تجد نسخا مختلفة عن كتاب الله عز وجل أو في كتاب الله عز وجل أبدا، هي نسخة واحدة وباللغة العربية. ثم يأتي بعد ذلك التراجم أو الترجمة في تأويل وتفسير كتاب الله عز وجل، وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه الحكيم. وهذا أيضا يدل على أن إذا وجد أي نسخة أخرى أو من أغواه شيطان بأن يطبع طبعة أخرى فيها تنقيص لبعض الآيات أو تزويد لبعض الآيات أو يحرف كلاما أو يحرف آيات هنا وهناك، لا تجد ذلك أبدا. وإذا طبع نسخا من هذه النسخ المزيفة والمزورة مباشرة يبلغ عنها وتؤخذ من الأسواق، ولا تجد إلا نسخة واحدة، كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، بخلاف أهل الكتاب الذين بدلوا وحرفوا في كتبهم التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائهم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل أيضا: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهذا يدل بارك الله فيكم على أن الله عز وجل أنزل كتابه القرآن الحكيم وحفظه سبحانه وتعالى من أي تبديل أو تحريف أو تغيير، وهذا يدل على صحة هذا الكتاب الكريم وعلى صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحة دين الإسلام. في كتاب الله عز وجل آية فيها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذه أيضا من الإعجاز ومن المعجزات. هل وجدتم أحدا ظهر وخرج وقال أنا نبي من عند الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وله أتباع واستمر أتباعه إلى وقتنا الحالي؟ لا والله، لا تجد ذلك أبدا. نعم، خرج بعض الكذابين وبعض المفترين وزعموا أنهم أرسلوا من عند الله عز وجل، لكن سرعان ما تبين وظهر كذبهم وعورهم، وهذا يدل على صدق الله عز وجل وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعد أحد يخرج ويقول أنا نبي من الأنبياء أرسل من عند الله أو له أتباع أو له كتاب جاء به، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع يشهد على ذلك، فإن من أكثر أتباع أنبيائهم هم المسلمون. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون لموسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته وصدق ما جاء به من عند الله عز وجل. جاء بعض الناس ويقولون بأن محمدا هو الذي أتى بهذا الكتاب، يقصدون القرآن الكريم، وأنه هو الذي ألفه. فأقول لهم بكل سهولة ويسر: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف يقرأ ولا يكتب ولا حتى يقول الشعر، ومع ذلك وجدنا في كتاب الله عز وجل آيات فيها تحد واضح لفصحاء العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يأتون حتى بسورة واحدة، فعجزوا فصحاء العرب على أن يأتوا بمثله ولو بصورة واحدة. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهذا واضح، وهذا فيه استنفار لهمم هؤلاء الفصحاء بأن يأتوا بصورة واحدة
وما فعلوا وعجزوا عن ذلك. فهذا يدل على أن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم بل من عند الله عز وجل. هل الذي يؤلف كتابا قد يعاتب فيه نفسه أو يبين بأنه أخطأ في كذا أو فعل خلاف الأولى في كذا وكذا؟ أهذا يعقل؟ أم أن الذي يؤلف كتابا يبين لنفسه ولأتباعه فضلا عن أعدائه أيضا أنه فعل كل شيء وأنه كاملا في كل شيء؟ وهذا واضح وبين وظاهر لكل من يقرأ كتاب الله عز وجل، ففيه أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ هل يقول محمد صلى الله عليه وسلم لنفسه في هذا الأمر ويعاتب نفسه في هذا الأمر؟ قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى آخر الآيات. فهذا أيضا موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يفعل ذلك صاحب الكتاب لنفسه؟ قال الله عز وجل لنبيه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعد أن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب عمه، فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهذا واضح وبين على أن كلام الله عز وجل نزل بخلاف ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم عليه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فهل يقول ذلك صاحب الكتاب لنفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل فداء أسرى يوم بدر نزل قول الله عز وجل بخلاف ذلك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فهل يدل أن صاحب الكتاب يعارض نفسه ويعاتب نفسه ويخالف نفسه، أم هذا بيان من الله عز وجل على ما فعله المؤمنون وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكل هذه أدلة تبين صحة الإسلام وتبين صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا في كتاب الله، والأدلة كثيرة بخلاف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينت في منع التجول أو حظر التجول كما جاء في غزوة تبوك، وكما في حادثة الإفك فإنه جاءت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أيام عدة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الكتاب القرآن الكريم وهو الذي يؤلفه لأخرج براءة زوجته رضي الله عنها بعد أن فشى الناس هذا الخبر الكاذب، لكنه انتظر ما يأتي من الوحي من الله عز وجل، وقال قولته وحديثه المشهور لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. فنزل قول الله عز وجل وبرأ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب هذا الكتاب لبرأ عائشة منذ الأيام الأول أو منذ أول يوم، أما إنه يتبع ما يوحى إليه من ربه فإنه مكث هذه الأيام كلها من أجل أن يأتي وينزل كلام الله عز وجل يبرئ فيه أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والسنة فيها الكثير، وأنا أدعو إخواني وأحبابي من طلاب العلم والدعاء بأن يدخلوا جنان السنة ويقطفوا من ثمارها وينشروها للناس ويبينوا صحة دين الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يتحدى بعضهم بعضا. وهذا يجعلني أتكلم في مسألة التحدي، هل هي طريقة صحيحة أم مخالفة للصواب؟ التحدي بين أهل الحق لم يسمع من قبل، إنما يكون بين أهل الحق وأهل الباطل أو بين الناس في أمر من أمور الدنيا وعلى الأقل الشيء المباح. أما أن يخرج طلاب علم
ويقولون أنا أتحدى فلان طالب علم أيضا أو شيخ أو داعي في أن يثبت للناس أدلة على صحة الإسلام، ويتحدى هو أيضا ثلاثة أشخاص، وكل واحد من هذه الثلاثة يتحدى ثلاثة أشخاص، ثم التسلسل ويكون بوقت محدد، هل هذا أمر صحيح أم مخالف للصواب؟ أيها الأحبة الكرام، كلنا يسمع سير أهل العلم، فهل رأينا أو وجدنا أحدا من أهل العلم يتحدى أشخاصا أو أحدا من أهل العلم الآخرين أو من طلاب العلم الآخرين؟ ليست هذه جادة أهل العلم ولا طريقة أهل العلم. ثانيا، عندما يخرج المتحدى ويذكر هذه الأدلة على صحة دين الإسلام أو على مسألة أخرى معينة، فإذا خرج وقال قد قبلت تحدي فلان وسأذكر واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ثم يذكر في هذه الأدلة، فما هي النية في ذلك؟ تعلمون أن هذه من الأعمال الصالحة، فهل من الأعمال الصالحة أن أفعل ذلك من أجل أن فلان قد تحداني وأظهر قوتي، وإن لم أقل أو أقبل تحديه فهذا يظهر للناس أني ضعيف في العلم أو لا أريد أن أتحدى فلانا وغير ذلك؟ النية يدخلها شيء من هذه الأمور، وهذا ظاهره أنه عمل صالح، فهل يقبل بأن هذه النية يشوبها شيء غير خالص لوجه الله عز وجل؟ ثالثا، تخصيص أوقات معينة ليرد فيها على التحدي، أو يخصص عددا معينا كثلاثة أشخاص يتحداهم، وكل شخص يتحدى ثلاثة، وكل واحد من الثلاثة يتحدى ثلاثة، هذا التسلسل الذي أوتي به، من أين أوتي به بذلك؟ أتعلمون؟ إمامة المسبوق تكلموا فيها أهل العلم، والمسبوق هو الذي تأخر عن الجماعة ثم قام ليتم ما فاته مع صلاة الجماعة فأتم به بعض الناس، فهذا مسبوق، وقد أما الذين تأخروا عن الجماعة الأولى وأصبح الجماعة ثانية. أتعلمون أن أهل العلم منهم من قال بأن هذا لا يجوز لأنه أدعى للتسلسل في إمامة المسبوق، وهذا يدل على أنه من المحدثات لأنه لم يرد ولم يحدث في زمن الصحابة، فإذا جاء المسبوق وقام ليتم صلاته ثم أتى جماعة فأتموا به، ثم جاء رجل آخر بعد أن فاته شيء من الجماعة الأولى فقام فأصبح مسبوقا، ثم جاء جماعة فالتحقوا به، وهكذا هذا التسلسل. لذلك قال جمع من أهل العلم بأنه لا تصح إمامة المسبوق. أرأيتم؟ فكيف بهذا الأمر أن يخصص عددا معينا وكل رجل من هذا العدد يتحدى نفس العدد في لكن أشخاص مختلفة وغير ذلك؟ فمن أين أوتي بهذا الأمر؟ وهل هذا الأمر يدل على أنه صواب أم أنه مخالف للصواب؟ رابعا، هذا التحدي خرج بعد تحدي أهل الدنيا لبعضهم البعض في كفالة الأسر، كما خرج أهل التمثيل والرقص ولاعب الكرة وتحد بعضهم بعض في كفالة الأسر، فهل نحن كطلاب علم أو كدعاه نفعل كما يفعل أهل الدنيا في تحدي بعضهم البعض؟ أليس هذا فيه تشبه بهم؟ فضلا عن أن هذه المسألة لا تجوز أو تجوز أو غير ذلك، فلماذا نتشبه بهؤلاء؟ خامسا، بعض الإخوة لم تذكر أسماؤهم في هذا التحدي وهم مشهورون، لا أتكلم عن نفسي طبعا، يعني قناتي 1000 مشترك، لكن أنا أتكلم عن الإخوة الذين خرجوا بالفعل وتكلموا وقالوا أنا سأتكلم عن أدلة صحة الإسلام مع أني لم يتحداني أحد ولم يذكر اسمي أحد لكني سأذكر، فدخل الحزن في نفسه لأنه لم يذكر ولم يعين بالاسم. نعم خرجوا وأدلوا بدلوهم وجزاهم الله خيرا، لكن حزنوا لأنهم لم يذكرهم أحد في هذا التحدي، فأدخل عليهم بعض الانكسار، لا سيما أنهم نشطاء في بيان أدلة صحة دين الإسلام وفي رد الشبهات سواء كانت لأهل الباطل من الملحدين والتنوريين والعلمانيين أو من النصارى وغير ذلك من هؤلاء، فجزاهم الله خيرا. سادسا، إذا كان هذا التحدي بنية إظهار أدلة صحة الدين وصحة الإسلام، فلماذا يقلب هذا التحدي إلى دعوة؟ نعم،
إلى دعوة لكل طلاب العلم لمن عندهم قنوات على اليوتيوب أو حسابات على برامج التواصل الاجتماعي، ويقال لهم حفظكم الله لو تدعوا أو تبينوا أدلة صحة دين الإسلام وما فيه من شمائل وفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم كتب الله أجوركم وحفظكم الله. ندعو الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب: من يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة، أو غير ذلك من التحفيز بالدعاء وغير ذلك. أليس هذا أحسن وأفضل من أن نجعل فيها تحدي وترقب من عامة الناس بأن فلانا رد على التحدي أم لم يرد، وهل هذا قوله مقنع أم غير مقنع وغير ذلك، ونجعل عامة الناس يحكمون على الداعي فلان أو على الأخ فلان أو على فلان وفلان؟ فهذا يدل بارك الله فيكم على أن هذا التحدي مخالف للصواب وللصحة، وكان من باب أولى أن تكون دعوة، ودعوة عامة لكل رجل أو لكل طالب علم أو لكل داع عنده قناة على اليوتيوب أو حساب على برامج التواصل الاجتماعي، ويخرج ويذكر هذه الأدلة وتكون بدون ذكر أسماء في التحدي، فيخرج كل الناس، وهذا هو الذي يظهر. أما أن نتحدى فلان وفلان، وقد بينت في 6 نقاط أن هذا التحدي مخالف للصواب، ليس معنى ذلك أني أحمل في نفسي شيئا من الإخوة الذين فعلوا هذا التحدي أو دعوا إليه، فوالله إني لأكن لهم في صدري المحبة في الله والتقدير والتوقير لما لهم من سبق وعلم ورد الشبهات والدعوة إلى الإسلام والرد على أهل الزيغ سواء من الملحدين أو من الليبراليين أو من أهل النصارى وغير ذلك، وإني والله لأدعو لهؤلاء الأخوة اسما تقريبا. فليس معنى أن أبين أنهم لم يحالفهم الصواب في هذه المسألة أني لهم خصم، لا والله، بل أكن لهم كل الحب والاحترام. وما أدري هل تنتشر هذه الحلقة ويجعل لها القبول أم لا، ولكني خرجت من أجل أن أبرئ ذمتي في هذا الأمر. أيها الأحبة، يا طلاب العلم، يا إخواني، يا أحبابي، لا ننحو نحو أهل الباطل أو أهل الدنيا، إنما ننحو طريقة أهل العلم ونكون على جادة أهل العلم، ولنا في أهل العلم القدوة والأسوة فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه وأصفيائه ومن أهله وخصته وجنده وحزبه ومن أنصاره، وأن يجعلنا من الداعين إليه والدالين إليه والمجاهدين في سبيله والمدافعين عن دينه والذابين عن شريعته والنافعين لعباده، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.